نفسك لعب الحين؟ ما تنزل تلعب معاهم ولا تشيل اللعيب احسن. انت عايز تنقطني قاعد تتفرج ومش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها؟ ما تهدى يا ابو خالو، مالك جاي زي الحريقه كده؟ ده احنا في نعمه لو تاخد بالك. نعمه يا ابني؟ هما كهربوك في امن الدوله ففيوزك لسعت. حد يكارب كهرباء يا ابو خالو؟ طب ده انا ما حدش لمسني واصل، اصل انا كنت مريحهم على الاخر. مريحهم يعني ايه؟ كل ما يقولوا لي كلام من اللي قاله اسماعيل اهز راسي واسكت، يقولوا لي يعني انت معترف اهز راسي واسكت، وفي الاخر مضيت وبصمت على كل اللي قالوه وريحت دماغي. يا نهار اسود، انت مضيت على كل الاعترافات الكذب بتاعت اسماعيل؟ عايز تودينا في داهيه؟ يا ابني ما احنا كده كده رايحين في داهيه، مش احسن ما نموت زي عاصم؟ طب اهو مضى، بس مضى وهو ميت، مش كده احسن؟ بقول لك يا عبد الرحيم، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه. النيابه؟ ليه؟ عشان يقتلوني؟ ما انا عايشه وعايشه زي الفل، احسن من اللي كنت عايشها بره كمان، على الاقل هنا الدنيا امان. بقول لك ايه، انا مش ناقصك، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه وتنكر الاعترافات دي وتشهد بالحق. عيب يا محمود، نزل يدك ما يصحش. مش هنزل يدي، ولازم تطلع معايا على المأمور دلوقتي تكذب كل الكلام ده قصاد النيابه يا عبد الرحيم. همالنا يا محمود، انا مش طالب نيابه واصل، ومش هنشهد وما فتحش بوقي بكلمه، اشك خلقاتي. هموتك هموتك يا عبد الرحيم. ماشي يا ابو خالو. ايه يا ابو خالو؟ تعالى ايه يا محمود؟ تعالى. لا اله الا الله. ايه عايزين تموتوا بعضيكوا؟ في ايه يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيبكي عليكوا اصلا؟ بص شوف بيتفرجوا علينا ازاي. اهدى 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 كده، ووحد الله. لا اله الا الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه كما يقول العوام. الف صلاه عليك يا نبي. هديت شويه؟ ينفع نتعرف ولا نتخانق انا وانت عشان تفضي شحنه الغضب اللي جواك؟ لا العفو، انا محمود عبد الناصر. انا الدكتور ابراهيم عبد الحميد. انا مهندس زيك بس انا في الطاقه النوويه. تشرفنا يا باشمهندس. ايه مالك مستغرب ليه يا سيدي؟ سمعتك سباك. سمعت ايه؟ انا ما عملتش الجريمه اللي هم لفقوها لي دي. الله، وانت شايفني باخدك بالحضن وبقول لك ينصر دينك يا استاذ خليفه؟ ما نص اللي انت شايفهم دول ما عملوش اي تهم. والنص التاني؟ لا كذب خيبه. في العائدون من افغانستان، وفي العائدون من البانيا، وفي العائدون من الشيشان. ده إذا اعتبرت أن نصرة المستضعفين في الأرض تهم أصلاً. بص بقى يا دكتور، أنا بقى العائدون من بورسعيد وما بحبش أتناقش في مشاكل الناس، أنا فيا اللي مكفيني. طب اهدى بس اهدى، مفيش مشكلة ملهاش حل، كل مشكلة بتتحل بالتفكير. اذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله المستعان على ما تصفون. يا دكتور شفت لسه شحنة الغضب جواك؟ اهدى بقى بالله، خلي ايامك السودة دي تعدي على خير. اهو الصعيدي فرحان اهو، جاب دول اهو.